بترحب بقناة تكا دي تي في في النادي المركزي الرباط. هذا النادي فين أنا تكونت على يد الأستاذ المعطير كيزا والأستاذ أمينة كيزا اللي ترجع لهم الفضل مجموعة ديال النتائج اللي قدرت نحققها على الصعيد الوطني والصعيد الدولي، مجموعة من أهم المباريات. والآخر حاجة شاركت فيها هي بطولة إفريقيا، الحمد لله تمكنت من الحصول على الميدالية الذهبية.